انا حابب منكم كل واحده فيكم، بثينه او ريم مش عارف مين هتبدا فيكم، السؤال موجه ليكم انتوا الاثنين، عايز كل واحده فيكم تقول لي ازاي تعرفتوا على انفوجراد، طريقه وصولكم. نبدا معاك يا طيب بثينه. تمام اوكي. هو بصراحة لأن أنا كنت متابعة الصفحة من زمان جدا، تقريبا من أول ما جيت هنا، وكنت بشوف كمية المجهود اللي انضم بتبقى الينا احمد موجودة كمان، على الصفحة. خليني بثينة ارحب باحمد وارجع لك. تمام احمد اهلا بيك، كل تمام سنة وانت طيب. أهلا وسهلا بك أستاذ والحمد لله ممدوح، على وأنت السلامة. طيب؟ وصلت ولا لسه؟ شكرا، في الحقيقة لقد وصلت الآن إلى المنزل الحمد لله على سلامتك، بهذا الوقت وكل بالتحديد. سنة نعم وانت طيب. شكرا لك، وأنت طيب أستاذ، شكرا. طيب نسمع بثينة وارجع لك احمد. اتفضلي يا بثينة. تمام. أنا أول لما جيت هنا كنت متابعة الصفحة من زمان، وبشوف كمية المجهود الكبيرة جدا اللي بتحصل عليها، ونقل الأخبار أول بأول، والحدث من مكانه بيطلع الناس أو فريق العمل بيطلع بيقول كل حاجة بتحصل في المكان، وبالصوت وبالصورة وشرح جميع التفاصيل. وكانت برضو كانت أوقاتها أيام ما كورونا دخلت أو ابتدت تظهر، كل الأخبار بالتفصيل كنت بصراحة بتابعها على الصفحة، ما كنتش أعرفها، يعني ما كنتش أعرف هي إيه، بس هي دي تقريبا المنصة الإعلامية الأولى العربية. أنا بتكلم بصراحة مش عشان أنا موجودة في المكان، كانت هي المنصة العربية بصراحة اللي بتنقل كل الأخبار بالتفصيل، وكنت بتابع عليها كل الأخبار. فطبعا في يوم لقيت الأستاذ أحمد مراد أو الباشمهندس أحمد مراد عامل إعلان على الفيسبوك إن هو عاوز مذيعين بيجيدوا اللغة العربية. وطبعا دخلت قدمت السي في بتاعي على السي في بتاعي على الإيميل، وان انا طبعا عندي، كان هو السبب الرئيسي اللي خلاني ان انا اقدم، ان انا طبعا عندي خبره في اللغه العربيه، عندي خبره كبيره جدا في قواعد اللغه العربيه، وطبعا اللي حبي للعمل الاعلامي، وان انا بجانب ان انا طبيبه بيطريه ودي هي دراستي، انا هو ده كمان كان كان سؤالي اللي جاي، بس انت اخدتيه مني. كنت عايز اقول لك، انت درستي اعلام ولا تعرفي الناس انت دارسه ايه؟ اتفضلي يا ابو سين. تمام. انا دراستي هي كانت طب بيطري، طب بيطري، مخلصاه في مصر، وطبعا بحاول ان انا اكمله هنا، او عشان طبعا اقدر اشتغل بيه هنا، ولكن انا برضو في نفس الوقت انا بحب العمل الاعلامي جدا، ومن خلال شغلي مع او في هذه الصفحة وهذه المنصة الاعلامية اكتسبت خبرة كبيرة جدا من خلال الترجمة ومن خلال المراسلة، طبعا المراسلة وإذاعة الأخبار، وطبعا خلال السنة اللي فاتت دي كونت خبرة كبيرة جدا في العمل الإعلامي. زي ما أنا عندي خبرة كبيرة في الطب البيطري، لقيت نفسي عندي خبرة كبيرة جدا، كونت خبرة كبيرة جدا يعني في انت العمل بالكده، الإعلامي. يعني انت بثينه، بعد ما تروحي، بعد ما تخلصي ولو حاولتي تعادلي الطب البيطري هتسيبينا؟ أكيد لا ينفع كده؟ أكيد لا لا أكيد لا هتستمري معانا يعني؟ أكيد طيب أكيد خلينا ننتقل عشان ليدي فيرست، هنروح برضو الريم، وانت جيت متأخر يا احمد فانت هتنتظر. حصل، لا ريم مشكلة. كلمينا بقى عن تجربتك، انت ازاي جيتي او كيف وصلتي لإنفوجراد؟ أنا وصلت لإنفوجراد عن طريق الصفحة طبعا، برضو كنت متابعة الصفحة قبل ما أتواصل مع إنفوجراد بحوالي سنة، وكنت متابعة الأخبار اللي بتنزل عليها، وطبعا شفت بعد كده الإعلان على الصفحة اللي بيقول فيه ان هم ان إنفوجراد محتاجين او بيدوروا على مذيعين مذيعين بيتكلموا اللغة العربية. فصراحة فكرت وقلت ليه لأ، ف يعني بعت على طول للصفحة وبدأت. لكن انت بتدرسي اعلام ريم، ولا انت ايه مشوارك التعليمي؟
لا انا ما عنديش اي، ما كانش عندي اي خلفيه عن الاعلام خالص. دراستي هي لغه المانيه، لكن ما كانش عندي اي خلفيه عن الاعلام ابدا. طيب هننتقل للصديق الزميل أحمد إبراهيم. أحمد، اهلا وسهلا بك مره اخرى ايضا. تفضل قول لنا بقى أنت تجربتك مع انفجارات. تسمعني استاذ ممدوح؟ نعم سمعني يا أحمد، اه سامعك. والله أنا عايز أعرف إزاي أنت وصلت الانفجارات، يعني هل كنت متابع الانفجارات زي الزملاء، ولا أنت حد دلك، ولا جيت الانفجارات إزاي؟ الصراحة أنا على شبكات التواصل يعني بشكل عام مو كتير أكتيف فيك تقول. فمرة من المرات أنا نشرت مقطع والشباب أصحابي بلشوا يحكوا عن موضوع إنه ليش مثلا ما بتفوت بمجال الإعلام، وقالوا لي إنه بنفس الوقت في موقع في قناة عربية بتنشر أخبار عن هي المواضيع. فأنا قلت ليش لا، راح تكون تجربة جديدة وراح تكون حلوة إن شاء الله. وسبحان الله شفت بعدين الإعلان وقدمت الطلب ومبسوط بالتجربة؟ وتمت الموافقة الحمد لله. آه طيب أنا سامعني؟ طبعا ريم وبثينة وأحمد، التجربة بتاعت الإعلام شدكم الإعلان عنها وقررتوا إن أنتوا تخوضوا التجربة. اللي أنا عايز أعرفه دلوقتي والسؤال موجه ليكم أنتوا الثلاثة برضو، إيه اللي أضفتوا ليكم انفجارات؟ نبتدي بريم. طب ممكن ممدوح، ممكن أسألك أنا الأول سؤال؟ طب اسألي يا بثينة. أنا بقى هسألك نفس السؤال. أنت إزاي، طبعا أنت دارس إيه وإزاي وصلت للإعلام وإزاي وصلت للتجربة دي؟ دارس، انا الحقيقه انا دارس تجاره، وبعدين درست حقوق، وفي حقوق عملت ماجستير، وبعمل دكتوراه دلوقتي في مجال البيئه، ودرست اعلام برضو في مصر، وخدت تجربه يعني تدريبات مختلفه في كورسات وكده، وبرضو كان الاعلان هو اللي شدني. انا ما كنتش الحقيقه اعرف انفجارات، ولكن عن طريق واحد صديق ليا سوري قال لي ان في كنا بنتكلم على الاعلام، وكان عندي الفكره يعني، او كنت حابب اقدم الفكره دي، وقال لي ان في موقع او قناه على اليوتيوب اسمها انفجارات، وهو بيقدم الاخبار لاخبار النمسا. لقيت الاعلان، تواصلت معاهم، بعت ليهم بعض الحاجات. اي نعم هم اتاخروا عليا شويه، واحمد زعلني في البدايه، بس رجعنا اصطلحنا يعني عشان اتاخر في الرد. وجيت قابلت احمد، الحقيقه اعجبت بالتجربه من الامكانات اللي موجوده والجهد المبذول، و استاذ احمد مراد رحب بيا، وطبعا كانت التجربه، بدات التجربه، خدنا برضه بعض التجارب هنا عشان نقدر نطلع بالصورة اللي احنا موجودين بيها حاليا في الوقت الحالي. طبعا كل الشكر بنوجهه للبشمهندس احمد مراد، هو رئيس التحرير بتاعنا، والحقيقة هو بيبذل قصارى جهده عشان العمل يظهر بالصورة اللي حضراتكم بتشوفوها. طيب يبقى نرجع بقى، ارجع مذيع مرة تانية وانا اللي اسأل. اتفضل. عايز اعرف اضافة انفجارات ليكم انتوا الثلاثة بعد ما جيتوا من مجالات مختلفة كفكرة، وحاليا دلوقتي بتقوموا بثينة بتقدمي كمراسلة وبتقدمي النشرة، واحمد برضو، عايز تجربة كل واحد اضافة انفجارات ليه بعد ما بدأ العمل فيها. وهبدأ مع ريم. أيوة ممدوح، هو زي ما أحمد قال كده، أنا يعني قلت الإعلام هيكون بالنسبة لي فرصة جديدة لأن أنا أجمع خبرة جديدة يعني ما كانش على بالي. و فالتجربة دي بالنسبة لي يعني علمتني كتير قوي، خلت ثقتي في نفسي تزيد، و
نمت لغتي العربية أكتر. وطبعا يعني الحضور واللايف ده بيخلي يعني طبعا زي ما قلت الثقة في النفس بتزيد وتعلى. يعني انفجارات اضافت لك بعض الاشياء في اعاده بناء الشخصيه. طب خلينا نروح لزميل احمد ابراهيم. احمد، اضافه انفجارات ليك. هلا انا ما ذكرت بالنقطه الاولى انه انا اول شيء كنت طالب بمدرسه تصميم ازياء اسمها هيتسندورف في فيينا. انا خلصت هي المدرسه وكنت بمجال اداره الاعمال فيها، يعني كان مجال كليا غير. الشيء اللي اضافه لي انفوجرات هو انه انا من اصول كرديه، فلغتي الام هي اللغه الكرديه مو اللغه العربيه، فاللغه العربيه تبعي تحسنت يعني بالفصحى، طبعا مو بالعاميه، تحسنت بشكل كتير كبير. كمان انه الوقوف امام الكاميرا بيعطيك ثقة بالنفس بطريقة مو طبيعية، يعني حتى بالحياة اليومية بيساعدك هذا الشيء، وقت انه مثلا تتعرف على حدا جديد او تحكي قدام مجموعة كبيرة من العالم لما تعمل بريزنتيشن او اي شيء من هذا القبيل. نعم. فهي الاشياء هي اللي ساعدتني كتير. نعم. طيب نروح لبثينة. تذكري أول يوم خرجت فيه على شاشة انفجارات ودلوقتي، وإيه اللي أضافته انفجارات في المرحلة دي كلها؟ هو طبعا اكيد في فرق كبير جدا من اول ما ابتديت والنهارده. طبعا انا بمهنتي اللي هي دكتوره بيطريه، عمري ما كان حلمي خالص اللي انا او كان حلمي الاساسي هو الطب البيطري وان ازاي اطوره. بس انا بقى عندي دلوقتي حلم تاني، يعني هما حلمين اتنين مع بعض. طبعا في مجال الاعلام ان ازاي اطور فيه طبعا ضاف لي كتير جدا. اول حاجه كان عندي ثقه بالنفس، لكن ده زود الثقه بالنفس كتير جدا. ازاي بتحس ان انت عندك مسؤوليه تجاه الناس اللي انت بتطلع تخاطبهم وتتكلم معاهم، وان انت بتنقل لهم مواضيع، وازاي مسؤوليتك ناحيه المصداقيه والموضوعيه للاخبار اللي انت بتقدمها. ضاف لي كمان ان انا ضفت لخبراتي كمان في اللغه العربيه وقواعدها، ازاي نطق الكلمات، ازاي الكلمات تتنطق، ازاي بتطلع مثلا وانت بتقرا الاخبار بنحاول طبعا بنطلع بتون الصوت او ننزل بيه امتى، ازاي بتبدا الخبر وازاي بتنهيه. بنحاول طبعا على قد ما نقدر ان احنا نطور الحاجات دي، وبنطورها يوم عن التاني. بنحاول كمان نستخدم كل الامكانيات اللي موجوده عندنا، زي مثلا المراسله، بنطلع مثلا لو في اي حدث، في اي تنسيقات في الحكومه او اي حاجه، بناخد الاجهزه بتاعتنا كلها وبنطلع، ما بيهمناش اذا كان الجو برد مش برد، بنطلع في عز البرد وفي التلج، بنطلع نوري الناس ونتكلم ونوريهم ايه اللي بيحصل. يعني هي وده طبعا تجربة مثمرة، وانت مش اكيد، ندمانة ده ولا اي حد فيكم ندمان انه خاض لا التجربة دي اكيد اكيد ولا انا. اكيد، بالعكس يعني، بالعكس يعني ادتني يعني حسيت ان انا عندي مسؤولية كبيرة جدا. بتحس ان انت بتعمل حاجة مفيدة كبيرة جدا في المجتمع، يعني هي يمكن اكتر من مهنة الطب كمان حقيقي اه، انا بالنسبة لي يعني. يعني برضو الاعلام بيعتبر رسالة، اكيد وزي اي عمل الرسالة الاعلامية برضو رسالة مهمة. احنا بنحاول طبعا، احنا بنكرر للناس وبنقول نحن غير صانعين للخبر، احنا بننقل الخبر. يمكن في حد، في بعض الناس بتزعل مننا ان احنا بننقل اخبار معينة، لكن احنا ما بنصلحهاش، احنا بننقل الاخبار وبنحاول تبسطها ووضعها في القالب الصحيح ليها عشان الناس كلها تقدر تستفيد فيما يخص الموجودين على أراضي النمسا. طب خليني معلش أنتقل ممدوح بيكم. هقطعك في نقطة صغيرة. طبعا أحب أضيف كمان إن إحنا بنشوف التعليقات كلها اللي بتتكتب، إذا كانت تعليقات مثلا تعليقات سلبية أو تعليقات فيها نقد بناء. وبالنسبة للنقد البناء إحنا بنحاول نشوف مثلا الناس اللي بتكتب أي تعليق بخصوص السرعة في قراءة الأخبار أو مثلا اللغة العربية، بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا بنطور من النقاط دي. طيب ربنا يوفقنا جميعا. أستاذ ممدوح، سوف أحمد، أعود إلى نقطتك عندما سألتني ما الشيء الذي أضافه إليك إنفوغراد.
في الحقيقة أنا اكتشفت أنه أنا طلع في عندي موهبة بطريق الصوت. يعني هذيك ايوه المرة أنا وأحمد كنا قاعدين، طبعا ولا حدا منكم بيعرف بهي القصة، وحتى يمكن المشاهدين كمان بظن ما أدري فيها أبدا. طريقة تغيير الصوت أنا حاولت أني أتعلمها كمان مع أحمد. يعني مثلا انه اذا بدك تقلد واحد ختيار بي 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 بالمسلسلات الكرتونيه، لما حدا بيساله انه انت لوين رايح مثلا، فهو بيجاوبك كنت اود الذهاب الى بيت اختي ولكنني تعبت من المشي هنا. او مثلا بيروح بيسال بنت اخته بيقول لها مثلا انه لوين انت طالعه، فبتجاوب مثلا كنت اود الذهاب الى بيت خالتي ولكنني متعبه الان. طبعا ناهيك عن امور انه في طريقه اصوات ثانيه فما فينا نقولها هلا، من اجلها بعدين لشي مره. يعني لو قررنا انتاج اي افلام انت موجود. انا موجود معكم طبعا. طيب ايوه عايز اعرف منكم برضو ردود افعال الناس اللي بتشوفكوا في الشارع والناس اللي بتقابلكوا، هل هي ردود افعال ايجابية ولا ردود افعال سلبية؟ وابدأ مع ريم. أيوة يا ممدوح، هو يعني الحمد لله كل اللي بنشوفهم في الشارع وبيقولوا لنا دايما إن هم متابعين الصفحة ومتابعين الأخبار اللي بننزلها، وإن إحنا يعني مصدر للأخبار اللي بيقرأوها. طبعا في كتير قوي بيقولوا لنا إن إحنا مش بيعرفوا يقرأوا الأخبار اللي بتنزل على الصحف النمساوية، ف ياخدوا أخبارهم اليومية من عندنا، فده طبعا يعني بيشجعنا إن احنا نستمر في العمل بتاعنا، وبيودينا دفعة لإن احنا نقدم أحسن ما لدينا. فطبعا يعني شيء هما يعني في ناس طبعا كتيرة جدا مقدرين الشغل بتاعنا، ودايما لما بيشوفونا في الشارع بيشكرونا على الشغل بتاعنا ده. طيب وبالنسبة لأحمد؟ أنا الحمد لله ردود لياتها إيجابية، بس بتذكر مرة واحدة خربطت بالبث المباشر لما قلت وسنتطرق الآن إلى التفاصيل، قلت وسنفوت معكم الآن إلى التفاصيل. فجاني وقت أنه كذا رد فعل كيف وسنفوت، وواحد كتب لي أنه اللغة العربية قاعدة عم تبكي بالزاوية. ف أحيانا البني آدم بيخربط يعني، طبعا كلنا بشر يعني. وكل امرؤ خطاء يعني، شيء طبيعي. نعم انا لسه النهارده خطأ، النهارده متسجل يعني. طيب هما لا يعني بس بالمجمل انه الحمد لله يعني ردود الافعال كلياتها ايجابية. يعني عشان التجربة برضو يمكن الناس يمكن بتفتكر ان احنا الغرض من التجربة دي ان هو تنظير على احد، او خالص احنا بنقدم الخبر وبنحاول نفيد الكل اللي موجودين على اراضي النمسا بقوانينها وقراراتها، وبنعرفهم الدنيا يعني حواليهم ماشيه ازاي، لكن مش قصدنا ان احنا لا نجرح في احد ولا ان احنا ننظر على احد ولا خالص يعني. طب بثينه قولي لي عن يعني. تجربتك. بس مش عايزة أقول حاجة في الحتة دي، اتفضلي. دايما دايما لو احنا يعني قلنا خبر عن شخص سوري أو شخص عراقي، بيجيلنا السوريين بيزعلوا جامد ويقولوا إن احنا مستقصدين السوريين أو مستقصدين العراقيين. طيب أنا مصرية، لو قلت خبر عن واحد مصري عمل أي حاجة في النمسا مش هزعل ابدا، لان هي انا بنقل، مجرد بنقل الخبر. ولو كان حاجه وحشه هنقلها، لو كانت حاجه حلوه هنقلها برضو. ف ايوه، لان ده الاخبار يعني بتحتمل يعني بتحتمل حاجات، بتبقى حاجات كويسه وبتحتمل انها بتكون حاجات سيئه. يعني بين البشر كلنا بشر وكلنا معرضين ان احنا نخطئ. يعني لو في واحد عمل جريمه معينه مش هنقدر نقول ما نعلنش عن ده، ورغم ان هو نازل خبر في كل وكالات الانباء، وكل وكالات الانباء بتتناول الخبر
واحنا مش هنعرضه عشان ده سوري او مصري او عراقي او لبناني، دي اخبار والاخبار بتتناقل. طب ما هو في كل بلد في نشرات اخبارها نفسها بيعرضوا عن جرائم، بيعرضوا عن حالات مختلفه، فده طبيعي يعني. يمكن كويس ان انت تطرقتي للموضوع ده يا ريم، لاني فعلا احنا لا نقصد تجريح في احد ولا اثاره احد. الخبر لما بيكون نازل عن السوريين او نازل عن اللبنانيين او نازل عن مصريين، ده بيبقى على وكالات الانباء، مش احنا اللي بنقصده يعني. احمد كنت عايز تقول بالظبط، هي حاجه؟ ما جاتش نعم، علينا. بعدين. تماما. بتمنى من الساده المشاهدين، يعني مثلا انت لما تقرا خبر نحن ناشرينه مكتوب دائما بالبدايه ذكر الموقع الفلاني، يعني نعم، نحن نكتب المصدر قبل أن نكتب الخبر، لأنه ايوه أحيانا صحيح. كثير أنا شفت الناس عم تكتب مثلا أنه أنتوا بس الأخبار هي بتكتبوها، يعني بتجي من العدم عندكم هيك من الخيال. لا، نحن بنكتب لك المصدر قبل الخبر نفسه. صحيح، هي النقطة هو اللي ده. كان بدي أوضحها بس. طيب إيه، بثينة، ردود الأفعال معاكي عاملة إزاي؟ طبعا قبل ما ابتدي احب اشكر كل الناس اللي قابلتني وقالت ان هي، او كل الناس اللي قابلتني وعرفتني وقالت ان هي بتتابع الصفحه، وطبعا كل الناس شكروا في جميع الحاجات اللي احنا بنقدمها، اذا كانت مراسله ولا اذا كانت اخبار. كل ردود الافعال بصراحه كانت كويسه جدا. ما فيش اللي هي فقط مره واحده تعرضت انا وزميلتي ريم، كنا مع بعض مرة في الشارع، وفي شخص حاول ان هو يتكلم معانا بطريقة مش تمام ومش مظبوطة، وطبعا نزلنا وقتها على الصفحة الحاجة اللي تعرضت لها انا وصاحبتي ريم. غير كده كل ردود الفعل كانت كويسة جدا، كل الناس اللي بتقابلنا ناس محترمة جدا، ناس بتقدر اللي احنا بنعمله، واحب اشكرهم كمان واقول لهم شكرا جدا ليكم. طبعا دي برضو حالات فردية اللي انت بتتكلمي عليها، دي بتكون حالات فردية. ويمكن في كل عمل بيكون ناجح بشكل معين هناك أعداء النجاح. احنا بنتقبل كل النقد البناء، بنحاول نطور من نفسنا، بنحاول ان احنا نتقصى الحقيقة، بنحاول ان احنا نعرض الكلام بكل حقيقته. احنا ما بنضيفش حتى على الخبر شيء، احنا بنحاول ننقله بصورة واقعية من وكالات الأنباء اللي بتعرضه. إنما كون إن أنت تلاقي من وقت للتاني أو نلاقي إن في حد معترض، بالعكس هو أصلا متابعنا، يعني هو بياخد من الوقت يتابعنا، بس هو قاصد إن هو يطلع عشان ينتقدنا. يعني الوضع اللي احنا بنتكلم فيه أو اللي كنا بنتناقش فيه هو تقديم الخبر. احنا بنقدم الخبر لإفادة المجتمع العربي المقيم على الأراضي النمساوية، سواء كان الخبر اقتصادي، خبر سياسي، لأنه هو طالما احنا موجودين على أراضي الدولة دي يبقى لازم نعتني ونتابع كل ما هو جديد وكل ما هو يحدث على البلد في من قرارات سياسية أو اقتصادية، لأن احنا معنيين. انتوا حتى حضراتكم بتشوفوا رئيس الجمهورية وهو بيتكلم قال النمساويين والنمساويات والمقيمين على الأراضي النمساوية، يعني احنا برضو معنيين بالقرارات السياسية، احنا معنيين بالقرارات الاقتصادية، ولازم زي ما لينا واجبات علينا برضو حقوق، لينا حقوق علينا واجبات. لازم زي ما احنا بنطالب ان احنا نعيش بحرية، ما ينفعش ان احنا الحرية تكون حرية مطلقة او حرية مدمرة. يعني ما ينفعش نقول ان هنا بنعيش لما بنتقابل او بنكون عندنا اي تخليص اي اوراق في مناطق او في وزارات او اي مجالات في تخص الحكومة، لازم برضو نلتزم النظام، ما نخربش. يعني كل واحد فينا يعتبر ان الحاجة دي بتاعته ملكه. انت عايش على اراضي الدولة، بتدفع تأمينات ليها، وعليك واجبات برضو ان انت تدفع ضرائب زي ما بتدفع تأمينات، زي ما يحق ليك ان انت تاخد معونة
او اعانه يحق عليك ان انت تشتغل. فهو ده اللي يمكن الحاجات دي، واحنا بدورنا بننقل ده لحضراتكم، الى القرارات الاقتصاديه، الى القرارات السياسيه، ايه القرارات اللي بتعم على المقيمين في النمسا ككل. طيب خلينا نروح لسؤال تاني، والسؤال برضو لموجه للزملاء الاعزاء ريم احمد وبثينة. كل واحد عايز من كل واحد فيكم يقول لي نظرته لعام 2022، وهبدأ مع بثينة. والله احنا كان لنا تجربة في 2021 ان احنا كنا ابتدينا النشر بشكل مختلف، ان احنا كنا مجرد بنعمل موجز للاخبار، بنختصر الاخبار بشكل كبير جدا. ودلوقتي ابتدينا في اخر 2021 انه احنا ابتدينا في نشرة اخبار بيتم من خلالها، هي طويلة شوية، بيتم من خلالها بنقول الاخبار بالتفصيل اكتر، وازاي بندي فرصه كمان ان احنا نتفاعل مع الناس، بحيث اذا كان حد عايز يكتب تعليق او عايز يعمل مداخله بنعمل مداخلات برضو، بحيث ان احنا نعمل اثراء للنشره بتاعتنا. ده طبعا كان فيه تطورات كبيره جدا، وطبعا زي ما كانت الدنيا بتتطور معانا اكتر واكتر في 2021، فطبعا 2022 اكيد كل حاجه بايد ربنا طبعا، بس ان شاء الله احنا في خطتنا ان احنا هنعمل تطورات كبيره جدا باذن الله، ربنا يعني يقدرنا وهيبقى فيه تطورات كبيره جدا، وهي دي هي دي نظرتي يعني ان شاء الله. يعني تطوير الشاشه انفوجراد مره اخرى. ريم قولي لي طموحاتك في 2022. يعني إن شاء الله سنة 22 هتكون خير للجميع. وبالنسبة لإنفوجراد فإحنا دايما بنحاول وبشكل مستمر إن إحنا نطور من نفسنا، سواء من النشرة الإخبارية بتاعتنا من شكلها السابق لشكلها الحالي. طبعا أكيد مشاهدينا ملاحظين الفرق الكبير والتطور، وكمان يعني أول التطورات لاحظناها معاك النهاردة يا ممدوح في طريقة العناوين الجديدة، ولسه اللي جاي هيبقى أحسن. طبعاً الجندي المجهود الباشمهندس أحمد مراد اللي بيتعب في كل الحاجات دي، طبعاً. بنقدم له الشكر يعني وكل التحية بصراحة، يعني هو موفر لينا كل الحاجات ما يخص التقنيات يعني بنشكره عليه. اتفضل يا ريم. طبعا واحنا بنقول طبعا للمشاهدين هم يعني لسه سنة طويلة وهيشوفوا تطورات يعني قادمة بإذن مختلفة. الله مختلفة إن شاء الله. طبعا أكيد إن شاء الله. أحمد بتحلم بإيه غير أفلام الكرتون؟ أنا الصراحة وافق الاثنين، يعني هن اللي لخصوا كل شيء بنفس الوقت، وإن شاء الله راح يكون كمان في برنامج واعد يكون للشباب من ناحية الأوسبيلدونج أو العلوم أو الأخبار أو الأمور اللي بيشاهدوها بالحياة يعني بشكل يومي. راح يكون إن شاء الله في برنامج كمان عن هي المواضيع طبعا بمساعدتكم هذا الشيء، وبتمنى أنه تكون سنة خير علينا وعلى الجميع يا رب. يا رب بإذن الله. طيب ممدوح أحب أسألك برضو نفس السؤال، إيه هي نظرتك الانتقالية من 2021 ل 2022؟ يعني أنا الحقيقة أنا ببعد عن التشاؤم، أنا إنسان متفائل، بحس إن كل حاجة بتحصل أو كل حاجة بتتغير هي مجرد يعني حاجات وقتية، وأكيد القادم أفضل، وإحنا بنسعى دايما، ويعني الواحد إيمانه بربنا إن كل شيء يعني اللي احنا بنعمله ده وبنقدمه للناس هو هيكون عشان ثمرة الجهد اللي احنا بنبذلها، ربنا مش هيضيع طبعا أجرنا. أكيد أنا بحلم إن يكون في صورة الأخبار اللي بنقدمها دي تكون مفيدة للناس، بحلم إن الناس تكون يعني إلى حد ما مقدرة
المجهود اللي احنا بنقدمه عشان حضراتكم تحصلوا على المعلومة الصحيحة، ما تروحش تدور على المعلومة في اي مكان تاني. ده طبعا لا يلغي ان كل واحد موجود على اراضي النمسا المفروض طبعا يكون ملم بكل ما هو حوله. سعيد طبعا بالحلة الجديدة لإنفوجراد، سعيد بالجهد المبذول من أحمد أنه بيحاول يطور دايما وبيحاول يقدم كل ما هو جديد عشان المشاهد ومتعته. وطبعا في الأيام اللي جاية إن شاء الله يكون في برامج، وبنسعى دايما لتقديم كل ما هو جديد، وبتمنى طبعا التوفيق للجميع. شكرا. شكرا يا ممدوح، وطبعا احنا كمان نوجه التحية للمشاهد، وبنتمنى له سنة سعيدة وطيبة عليه، وان شاء الله يعني ينتظرونا في اشياء كتيرة متطورة بشكل كبير جدا ان شاء الله. كلمة أخيرة أحمد للمشاهدين أو لأي حد عايز كلمة أوجه له أخيرة كلمة. للمشاهدين، بتمنى لكم عام يكون كله خير للكل، وتكون سنة حلوة عليكم، وإن شاء الله منكون من تطور لتطور معكم بإذن رب العالمين. بثينة وبتشكر كل طاقم إنفوجرات اللي بيشتغل طبعا. طبعا بثينة، نعم طبعا أحب أوجه الشكر أول حاجة للبشمهندس أحمد مراد، اللي هو دايما بيحاول يساعدنا وبيحاول دايما ان هو يتطور بشكل مستمر، تقريبا كل يوم بيبقى في حاجة جديدة وكل يوم في حاجة متطورة. تاني حاجة أحب أشكر الناس اللي بتتفرج علينا والناس اللي بتتابعنا دايما والناس اللي بتكتب لنا تعليقات كويسة، وبرضه أحب أشكر الناس اللي هي بتكتب لنا تعليقات سيئة وبتحاول ان هي تعمل إحباط، بس بحب أقول كمان ان لا، الحاجة دي بتخلينا بتدينا دافع ان احنا نبقى مستمرين اكتر وان احنا نبقى متمسكين اكتر بالعمل اللي احنا بنعمله. واحب كمان اقول للناس كل سنه وانتم طيبين، واحب اشكر كمان الفريق المحترم جدا اللي معانا، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله السنه الجديده دي تحققوا كل الحاجات اللي انتم عاوزين تعملوها. وبس هي دي كانت كل حاجه. خلينا في نهاية اللقاء، طبعا احنا هننسى مع 2021 كل ما هو سيء او كل التعليقات السيئة، كل ما قدم او كل ما هو يعني اثار بعض الاساءة لاي حد فينا. طبعا كلنا اخذنا تعليقات سيئة، بس هو الواحد هيبص للايجابي فقط. فعلا برضو احنا نشكر اللي قدم تعليق جميل بيساعدنا على التطور وبيدينا دفعة للأمام، ولكن بنقول لبرضو اللي بيقول تعليقات سيئة ده مش هينال من عزيمتنا، احنا مكملين العمل او التجربة الإعلامية اللي احنا بدأناها، وحنقدم لكل اللي عايز يستفيد طبعا احنا موجودين ليه. عشان كده بنقول في كل نشرة احنا بنرحب بتعليقاتهم، بنرحب بآرائهم، وحناخد منها اللي يفيدنا في تطور العمل الإعلامي لتقديم دايما كل ما هو أفضل. في نهاية اللقاء طبعا ده كان لقاء مع الزملاء ريم أحمد وبثينة سلام وأحمد إبراهيم، بشكركم شكرا جزيلا، كل سنة وحضراتكم طيبين، وبعد أيام هيحتفل مسيح